اهلا بيكم. نجم حلقة النهاردة هو النجم الراحل محمد عوض. بدايته كانت في مسرح الجامعة، فقام بإنشاء فرقة تمثيل بجامعة عين شمس وقدم كتير من المسرحيات، بالأخص مسرحيات الريحاني. وبعد تخرجه من الجامعة التحق بفرقة الريحاني المسرحية، ومن هنا كانت بداية انطلاقه وشهرته. فهو صاحب أكبر إنتاج مسرحي وهو 100 مسرحية، وصاحب أكبر فرقة مسرحية وهي فرقة الكوميدي المصرية. يا ترى النجم الراحل محمد عوض كان غاوي عربيات؟ ده اللي هنعرفه من ابنه المخرج السينمائي أستاذ عادل محمد عوض. كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. وأنت طيب ورمضان كريم. تاريخ طويل، أكيد حضرتك شاهد على العصر ده مع النجم الراحل محمد عوض. خلينا نقول هو ابتدى من فين في سواقته وذكرياته مع السواقة والعربيات؟ والله هو السواقة جت متأخرة، لأنه كان غلبان وفرقة الريحاني كان بيقبض 7 جنيه في الشهر. فعبال ما بدأ ينطلق وبقى 62 عمل والفدان هانم، وبقى نجم في 62 وعمل والفدان هانم اللي أنا عاطف الأشموني مؤلف الجنة البائسة. ساعتها وفي اللحظة دي كان لازم يجيب عربية. أول عربية جابها، فراح لصديقه سيد جاد وهو ميكانيكي مشهور جدا وأهم ميكانيكي سيارات وصديق له، فجاب له قال له أنا عايز أجيب عربية. فجاب له عربية بويك موديل 55 56 حاجة زي كده، وعاش بيها شوية. ودي كانت أول عربية ركبها؟ آه. تفتكر لونها ايه؟ عارف الكحلي، وكانت منفخة كده، كانت عاملة زي عارف البويك الحاجات الضخمة. الحاجات الضخمة اه، وكانت عندها مشاكل كتير معها. كعربية أمريكاني؟ كعربية أمريكاني، كان في مشاكل كتير. ومن هنا بقى فضل بقى ايه، عنده بقى جلسات مستمرة مع الميكانيكي الذي أصبح صديق عمره اللي هو سيد جاد. هو كان غاوي سواقة؟ اه غاوي سواقة رهيب، وما يتعبش ولا يكل ولا يمل من المسافات. كان بيسوق كويس؟ يعني يسوق 400 كيلو 500 كيلو، يسافر ويروح ويجي بدون ما يعمل مثلا استراحة في النص. مشاكل العربية خليته عرف في الميكانيكا؟ لا يعني برضو فضل، لا فضل بر الميكانيكا، بس بقى زائر دائم للصديق دوت. فضل ما عنده كتير لغاية لما غير العربية، باعها. جاب ايه بعدها؟ بعدها جاب حاجه اسمها اوبر ريكورد. ريكورد اه، ده كان مثلا سنه 66، وكانت العربيه دي كانت انطلاقه جامده، وكانت عربيه جامده، ولونين كريم على بينك على بامبا، والازاز فيها عامل كده زي بومبي او بومبي، عامل زي بومبي كده، فمديك شكل طياره شويه، وكانوا عليها علامات كده في الجناب، يعني كانوا مدندشينها شويه، ونواكل وحاجات كده، ونواكل وحاجات زي كده. فكانت يعني دندوشه قوي، كانت الناس بتتفرج عليها. وكانت هو كان عنده العربيه ديت، وكذا فنان كان عنده نفس العربيه، لانها كانت العربيه الموضه في السنه ديت، يعني دي الاشهر للنجوم المعروفين، وعاش بيها شويه. بعدها راح لايه؟ بعدها راح للفيات ال 124 سبور ولا العاديه؟ العاديه. وفضل بال 124 كتير وما بحاش، وفضل يجيب وراها، جاب بعديها ال 125 الفيات ال 125، وبرضه فضل محتفظ بال 124. ففضل ليه محتفظ بال 124؟ لان كانوا اصحابه وزوار اللي بيجوا له من البلاد العربيه الموزعين وكده، كان بيسلفهم عربيته ال 124 وهو مستمر راكب ال 125. ال 125 برضه كانت من الحاجات الموضه اللي الناس بتقعد تتفرج عليها. خلينا نروح فاصل وارجع كمان مع حضرتك تاني. انا معاك ولسه مكملين معاكم عربيتك في رمضان مع المخرج السينمائي استاذ عادل محمد عوض، بيحكي لنا عن والده الراحل النجم محمد عوض. ال 125 كانت عربيته اللي ركبها على طول، عربيه موضه بقى، والفانوسين من قدام دي المربعين، الاثنين المربعين ده كان حكايه. وفضل بال 125 ديت ويغير من 125 ل 125 بعدها. حب الفيات، حب الفيات طبعا. 124 125 125 واحده ثانيه بعديها، اجدد واشيك وسقف جلد وحاجات كده، وكانت برضو دلع شويه، لكن برضو 125. الى انه راح منطلق بقى وراح جايب ال 132. هو حب الفيات، عاشق الفيات. نقدر نقول اني عربيه من العربيات اللي حضرتك قلت عنها كانت الأقرب إلى قلبه؟ والله والله 124 فضلت معاه سنين، مهما جاب عربية هي برضو مستمرة معاه. وبعدين فضل لما جاب ال 125 برضو، وجاب ال 125 التانية برضو فضلت مستمرة معاه بعد ما جاب ال 132. كان بيخليهم في الجراج ينفعوا لأي صديق،
ده زائد بيه في عربية جابها صغيرة كده وفضلت عندنا مدة وبحة وهي ما تسقتش يعني. عربية رمسيس. رمسيس صغيرة خالص دي. كان معلن على العربية رمسيس ولازم نشجع الصناعة الوطنية ومش لازم نشجع الصناعة الفطنية، فراح اشتراها وحطها في الجراج ولم تستعمل نهائي. ووالدتي سقتها مرة وخبطت بيها واحد ورجعت تاني في الجراج. يعني وبعد بعد كده عربية وفضلت في الجراج مدة طويلة جدا بيسلفها لأصحابه لما يبقوا محتاجين عربية. كان دايما ما عندنا عربيات زيادة للأصدقاء اللي بيجوا من لبنان اللي بيجوا من سوريا أصحابه. بعد ال 125 بعد 125 ركب ال 132 وال 130 دي كانت طفرة موضة طبعا ساعتها، وكانت البيج طبعا لون وحش جدا. هو كان بينقي ألوان معينة؟ كان بيحب ألوان معينة ولا عادي؟ لا كان عادي كانش فرق. فجات له البيج، وكان انت عارف اللون ال 132 ده البيج ده كان هو اللون السائد في ال 132. بعديها نط نطة غريبة شوية وراح للفولفو. الفولفو اللي هي موديل 77، عربيات معبرة قوية، فضلت معاه كتير جدا جدا جدا. وانا خدتها منه بعديها، كنت دخلت الجامعة. اخر عربية كانت معاه الفولفو 81، فضلت معاه سنين كتيرة جدا. الفولفو 81 الفولفو 81 فضلت ويجدد فيها. ثم انا جبت فولفو برضو 81 وعاطف جاب الفولفو، وكلنا جبنا الفولفو بقى، وبقينا عندنا اربع عربيات فولفو في الجراج. انا وعلاء بالوالد احنا كلنا حبينا الفولفو وبقينا فولفاجية، وكان يقول علينا الفولفاجية. وهو كان شايف ان انتوا كلكم راكبين فولفو وكان فولفو مبسوط. هو فضل في عربيته الفولفو. كان حد فيكم بيسوق له؟ لما يعني قليل لما يطلب من حد فينا، كانش بيحب يركب جنب حد، كان قليل قوي ما يطلب من حد فينا يسوق له او انه يركب مع حد فينا. لكن غالبا هو راجل ما عنده اوان صبور وبيحب المسافات، وكان عنده عزبه في القصاصين، فكان على طول رايح جاي بيها. وكانت الفولفو مساعده قوي في المسافات ديت وفي المطبات وفي الحاجات ديت، وفضل عاشق ليها. وثم بقى صديق برضو للتوكيل بتاعهم، فبقى ايه بيظبط بقى الدنيا وبيعمل عفشه بطريقه معينه وبيجيب لها الهيفي ديوتي بتاعها والحاجات غير الحاجات اللي كانت فيها الاصليه. المخرج السينمائي استاذ عادل محمد عوض رحم الله والد حيك النجم الراحل محمد عوض، كل سنه وحضرتك طيب ونوضا كريم. وانت طيب والله اكرم. اشكرك.